أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين
وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا ودينينا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد
صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
يا لطيف 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 يا لطيف
Ya Latif, 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 Ya Latif.
يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة سليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Inshallah, we'll continue with Salat al-Taziyah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Inshallah, we'll continue with dua after dhikr. Allahumma ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawm al-deen. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. Ihdina assirata al-mustaqeem. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله سبحانه وتعالى, we pray for our Sheikh, teacher, murshid, and master, Sayyidina Sheikh Faisal Ahmed Abdul Razak. O Allah, may you increase him in knowledge and wisdom. O Allah, may you protect him from evil, and we pray that he will lead his murids on the straight path towards you. O Allah, we pray for the Sheikh and his family. We pray that you strengthen them in Iman, keep them in good health, and grant them long life in Islam. O Allah, we pray that you protect them from all evil, ease their trials, and grant them the sweetness of paradise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. Allah, forgive us our sins and guide us on the straight path leading to paradise. O Allah, you know the needs of all of us present here. O Allah, answer our dua, take care of our needs. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our parents that you grant them your grace and mercy as they raised us in childhood. O Allah, grant our parents long life and good health in Islam. O Allah subhanahu wa ta'ala, forgive our parents and grant them paradise. O Allah, for our parents who have passed away and returned to you, Allah, we beg you to forgive them. O Allah, we pray for all the memories of Sheikh Faisal throughout the world. O Allah, we pray that you ease our trials and grant us the strength to face our trials. O Allah, make it easy for us to gain true knowledge and to practice it, to be good murids and to get ever closer to you. O Allah, you know the needs of all of the murids. O Allah, we beg you to answer our dua and take care of our needs. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for all the Muslims around the world. O Allah, we pray that you strengthen us in Iman. O Allah, we pray for unity and to make us stronger as a nation. O Allah subhanahu wa ta'ala, please comfort and relieve all Muslims who are suffering and have suffered losses. O Allah, you are the all-powerful and the almighty. O Allah, we beg you to give us victory against the unbelievers. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for the International Islamic Forum and Al-Fasli Dhikr Halaqa. May you make it easy for us to establish many messages for your sake. May you bless the Islamic Forum and Al-Fasli Dhikr Halaqa to be a beacon of light for Islam throughout the world. And may you help us to finish building the new message soon and make it easy for us to do so. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Inshallah, we'll continue with Dhikr Jami'a. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama Wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا
اللهم أعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أما بعد. My dear respected brothers and sisters, my dear Murids, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, and welcome once again to our special daily broadcast coming to you from the Islamic Forum of Canada, starting at 7 p.m. daily, Toronto time, Eastern time, inshallah. We thank all of you for joining us for today's special broadcast in this sacred month of Dhul-Qa'dah. This is the great sacred month of Dhul-Qa'dah that we are in right now. And many amazing events took place in this month of Dhul-Qa'dah, among which the Sulh al-Hudaybiyah, the Treaty of Hudaybiyah, which took place in this time, in this month, involving the Prophet alayhi salatu wasalam, and also many other important events, Bayatul Ridwan, the special allegiance that was given to the Prophet ﷺ at Hudaybiyah, under that tree that's Tahta Shajara that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran. So it is a time for us to turn to Allah subhanahu wa ta'ala with even more devotion and dedication in this special time, this sacred month with Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul-Hijjah. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us and grant us tawfiq to do more and more for His sacred pleasure. I want to continue with our tafsir of Surat Ad-Duha, the forenoon. This special surah in the Quran, chapter number 93, a surah that the Prophet ﷺ loved tremendously, and the entire surah is devoted to the Prophet ﷺ. And this surah was a strength, a support, a column of support, a pillar of strength for the Prophet ﷺ. In the early days, when people were accusing him of different things, when people were being cynical, sarcastic towards him, and later on, as they continued to oppose him, even more aggressively so. And the Prophet alayhi salatu wasalam received a lot of spiritual support from the words of this surah, the verses of this surah. The first thing Allah subhanahu wa ta'ala does in the first two verses of the 11 verses of the surah, Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath by two natural phenomena that were and are readily observable by people in those days and now as well. Wa duha. Duha, the forenoon. And this is the morning hours, perhaps the most active time of the day, perhaps the most productive time of the day, from after Fajr, sunrise, after sunrise until just before Zawal, that mid-morning time, Duha, is called Duha. And there are many blessings that the Prophet ﷺ mentioned, among which he says that seek the ni'mah, seek the bounties of Allah at this time, because this is a time when your ni'mah is descending on you for the day, in this time of duha. This time of duha also, the Prophet sallallahu alayhi wasallam established an important sunnah. It's called Salatul Duha, the salah of the forenoon that's done. In some narrations, 8 rakat, in some narrations, 12 rakat. The Prophet used to pray 12 rakat of Nafil Salah in units of two at this time. And so I want to remind you about this today, that inshallah you can start doing this. Maybe start with 2 rakat. 2 rakat
doesn't take too long, 4 minutes or so. You recite two short surahs. It is good to recite Surat al-Duha in this salah or any other surah. But if you memorize Surat al-Duha wa layli dha saja, it's good to recite it in this mid-morning prayer. Salat al-Duha. That you can, and the format is similar to any two format of Nafil Salah that you would recite. In units of two, so you can start with two tomorrow morning and maintain that. Some morning, if you have extra time, you can increase it to four rakat like this. Maybe on weekends, you may have more time, you can do more. So from 2 to 12 rakat, that you can do of Salatul Duha in a mid-morning time. So Allah subhanahu wa ta'ala is talking about this time, took an oath by this time. We mentioned in our previous dars that only Allah subhanahu wa ta'ala can take oath by different things in creation, because He's Allah, and He does this in the Quran. But for the believers, we are only allowed to take an oath by Allah. So we cannot swear, take an oath by other things, like how Allah subhanahu wa ta'ala is doing here. So, and by the night when it darkens, and so for them now, night was a time of rest, a time of sleeping, a time of turning to Allah subhanahu wa ta'ala. Later on, the Prophet alayhi salatu wasalam used to spend much of the night worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So it's also time for that. Those who can rest, they would do that to prepare for the next day for work. Those who are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala to have the stamina, the strength, the desire to spend time worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, they do that. And that's the greatest time, the most blessed time to be with Allah subhanahu wa ta'ala. And so the Prophet ﷺ would spend the night within tahajjud or qiyam, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. The sahabas would do that. Remember, the Ahlul Bayt would do that. The awliya after them. The pious Muslims throughout these 14 centuries would spend a portion of the night in worship of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is how we train ourselves spiritually. This is one important technique, one important method or methodology of developing our inner spirituality to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifa, for example, in his manaqib, in his biography, it's mentioned that he prayed Salatul Fajr with the same wudu he made for Salatul Isha earlier in the night for 40 consecutive years. What it means is that he make wudu, he pray Isha, and then he continued to worship Allah subhanahu wa ta'ala throughout the night. He wouldn't sleep, because sleep nullifies your wudu. And he's praying Fajr with the same wudu he made for Isha, meaning he did not nullify his wudu. It means he was up, he was awake, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, reciting Quran. Among his routine is that he would recite the entire Quran from beginning to end every night. Every night he would do an entire khatm of the Quran. This is Imam Abu Hanifa radiallahu anhu, the great Imam of the Ahlul Sunnah, the founder of the Hanafi Madhab. Almost half of the Ummah follows his madhab in fiqh, in matters of fiqh or jurisprudence. Allah subhanahu wa ta'ala blessed him. But look how he strives for Allah subhanahu wa ta'ala. So I want to be mindful about this. By the forenoon, by the night, the two things that Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath then. And then in the next three ayah, Allah subhanahu wa ta'ala tells the Prophet ﷺ that he is with him, he is supporting him, he is not forsaking him, and he doesn't hate him. Because these are two of the common accusations that some of the people of Mecca leveled against the Prophet ﷺ in the early days after he first received revelation, 40 years of age, Jabal Nur, Cave of Hira, received revelation, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, the first five verses of that ayah. And then he came, he told the people about the revelation, and as he would receive it, he would tell them. And then at a certain point in time, it stopped for a short period.
And then the people started to accuse him of all kinds of things, including that his Lord has forsaken him. And so Allah subhanahu wa ta'ala reveals this now to tell the Prophet how he is supporting him and how what comes after is much better than what is here now. Like the hereafter, the akhirah, is better than this dunya, what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for him. And that Allah subhanahu wa ta'ala will give him much that he will be well pleased with for him and for his ummah. The Prophet alayhi salatu wasalam received many gifts from Allah subhanahu wa ta'ala for his ummah. The fountain in the hereafter, Al-Hawd al-Sharif, the rivers of Jannah, Al-Kawthar and so on, for his ummah that he's given. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions what will come after. And that Allah subhanahu wa ta'ala, he hasn't forsaken him, doesn't hate him. So it's a strength of support for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then in the next three ayah, Allah subhanahu wa ta'ala reminds the Prophet sallallahu alayhi wa sallam of instances, situations in his past that were difficult, and Allah subhanahu wa ta'ala took care of him. These are things that already happened. Did we not find you an orphan? We gave you refuge. Prophet went through those difficulties, very difficult stages up on this time, but Allah subhanahu wa ta'ala took care of him. Allah subhanahu wa ta'ala guided him, granted him the revelation now before, guided him so that he never did any wrong thing. The Prophet never did anything wrong and he never committed any sin. Allah subhanahu wa ta'ala guided him throughout these 40 years of his life so far, and now revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. He enriched the Prophet and so on. So Allah subhanahu wa ta'ala is reminding him of what came before, difficulties and difficult situations that he was faced with, and how Allah subhanahu wa ta'ala took care of him. And then in the next three ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala then reveals the call to action. The call to action. And he tells him, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ. Therefore, don't mistreat the orphaned. Allah subhanahu is mentioning an action plan now, coming out of the sewers. I wanted to see the different stages that the sewer is going through. Right? Treat not the orphan with oppression. Don't mistreat the orphan. And the Prophet is very sensitive about this because he himself was an orphan. So, and he said many things about the orphans in the hadith, right? In one hadith, he says that the orphan is with him like this in Jannah, and he put his two things together, meaning that they're together. The orphan is like this with him in Jannah. So for us to treat the orphan in this special way. And repulse not the one who asks. Those who are in need, they ask for something, you try to give them whatever you can. And proclaim the grace of your Lord. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Proclaim the ni'mah, the bounties, the gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. So it is good to mention, to talk about the ni'mah, the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to you. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. One of the ways of thanking Allah subhanahu wa ta'ala for his name is to talk about it, mention it, to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for what he has given to you. And this now is the basis of this gratitude project. Attitude of gratitude, the gratitude project, attitude of gratitude, that you would type in the chat now one thing that you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for, and then write it in your notebook. I recommend it to you to get a nice notebook. Hope you already got that. If not, then get it as soon as possible. And every day, top of the page, put the date, today's date, and that one point that you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for.
And whatever other points other brothers and sisters are entering, write that down as well if you haven't thought about it before or you didn't write it down, so you can be reminded about that as well. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. To proclaim the grace, the bounties, the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. This is one way of being thankful for the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with. And then then to use that bounty to serve Allah subhanahu wa ta'ala and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So if Allah subhanahu wa ta'ala blessed you with knowledge, then you teach others. Allah subhanahu wa ta'ala bless you with wealth, you spend it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala through your charity, your donation, and things like this. Allah subhanahu wa ta'ala grant you some other blessing, you use it in a way to please Him, not to displease Him, not to disobey Him. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And in hadith is also mentioned that after this ayah, you recite this ayah, you recite Allahu Akbar, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Allahu Akbar, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. That you recite after this ayah, that you recite this surah. And some of the practice part of the sunnah of the ummah is that you would also, after this surah, for the rest of the sunnah Quran, because of this surah, you recite the same thing. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. You praise Allah subhanahu wa ta'ala, to glorify Allah subhanahu wa ta'ala, to magnify Allah subhanahu wa ta'ala for the bounties and blessings that He has bestowed upon you. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. To mention the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. Because it is also a recognition of the source of the blessing. This is the way of the believer. This is the way of the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. To recognize the source of the blessing in our lives. That it's from Allah subhanahu wa ta'ala. For the unbeliever, they don't generally do that. They feel that the source of that blessing is themselves. That is because of them they're getting that whatever they're getting good in life. Like if someone is blessed with wealth and a good home and a good family and so on, has a lot of money, then they may tell you that this is because of their own sweat and blood that they got it. They had to work hard for it. And they credit themselves for that blessing in their life. They don't say, oh, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that what we say, هَذَا مِنْ فَضْلُ رَبِّي. This is from the bounty of my Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. And these are good words to recite, like when you enter your home. When you enter your home, among the words you should recite, هَذَا مِنْ فَضْلُ رَبِّي. Let's say you left your home, and you recite your dhikr to leave. When you come back, recite your dhikr for entering the home. Bismillahi walajna wa bismillahi qarajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hadha min fadl rabbi. Like this home I have, this beautiful home, even if it's one room, a small home, but it's safe for me and my family. Like this is what you say, hadha min fadl rabbi, to recognize the source of it, Allah subhanahu wa ta'ala. There's a difference between the one who is with Allah and the one who is away from Allah subhanahu wa ta'ala. The one who is away from Allah subhanahu wa ta'ala, even though sometimes they claim, they say they're Muslims, and they are, but they've moved away from Allah subhanahu wa ta'ala. They say, this is from my sweat and blood, whatever I have, the money. Sometimes it happens when you go, you're in difficult circumstances, you go to someone, relative, friend, someone, and you ask them for some money, to borrow some money from them because you have some financial difficulty, and they start, you know, throwing remarks at you. I'm working hard. This is from my sweat and blood. This is where I got it from. Well, there are many people who are working very hard and they live in difficult circumstances. Allah subhanahu wa ta'ala distributes His risk to whomever He wants, in whatever He wants. He is Allah. He is not questioned about anything He does. But we must be thankful to Him. This attitude of gratitude,
that we must have. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions this beautiful surah, Surah Wadduha. I also want to request you to make a note in your notebook to memorize this surah. Learn to recite it, to memorize it, inshallah. It's on our website. The resource website is the sheikhfaisal.com website. All these things are there that you can go and visit it during the day after the program's on to get all of this information in terms of the surahs and so you can memorize it. Recite it well, memorize it. And the other details are on the Facebook page, inshallah, or whatever we're referring to on the program, and the daily lectures broadcast on the YouTube channel. So we have these different sources for you to, so you can benefit from them, inshallah. You can benefit from them, inshallah. So these are some things I wanted to mention about Surah Wadduha. Surah Wadduha has great khawas. Khawas means the spiritual characteristic of certain surahs and verses of the Quran. For example, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi is a great protection for you from all sources of harm, Ayatul Kursi, including from Shaitan, from Iblis. During Ramadan, we mentioned that in our tafsir series for Ramadan, when we talk about Ayatul Kursi, about its khawas. When Iblis came to Sayyidina Abu Huraira, when he was guarding the Baitul Mal of the Muslims, and that three-night, that incident took place, and finally Iblis told Sayyidina Abu Huraira that Ayatul Kursi protects you from Shaitan. And the Prophet said, when the Prophet told Sayyidina Ibrahim, that's true, yes, Ayatul Kursi does that. So even Iblis, Shaitan himself, recognizes this, he knows this. So it's a protection for us. That's Khawas al-Quran, the special spiritual characteristics of specific verses and surahs in the Quran. So Surah Wadduha have tremendous, amazing characteristics, Khawas, that inshallah we would tell you about in the next session, inshallah. So I also today want to once again mention to you those important individuals who accepted Islam. We mentioned Sayyida Khadija bint Khuwaylid, the Umm al-Mu'mineen, the first mother of the believers, the first wife of the Prophet the first one who accepted Islam from the Prophet ﷺ. She's the first one who accepted Islam. After, secondly, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, wa karramallahu wajahu wa alayhi salam. And he was from the Hashim clan, Quraysh tribe, Hashim clan. Sayyidina Khadija was from Quraysh tribe, Asad clan. The third person was Sayyidina Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha. So he was the attendant of the Prophet ﷺ, and he was from the confederate of Quraysh, that those who were connected to the Quraysh, from the Hashim clan. And fourthly, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. At this time, in the beginning, his name was Abu Bakr ibn Abi Kuhafa. Later on, after the Miraj, he earned the title of As-Siddiq, the one who testifies to the truth, meaning the truth of the Prophet ﷺ, of Islam. He was such a great personality. And he was the fourth person to accept Islam, the first adult male convert to Islam. And he was the first Khalifa after the Prophet ﷺ. And he was from the tribe of Quraysh, from the clan of Taym. So, same clan that Abdullah ibn Jada'an was from. Abdullah ibn Jada'an is the one who invited people for the Hilful Fudul, as you would remember. And then the fifth person who accepted Islam was Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, from the Quraysh tribe as well, from the clan of
Abdishams, Banu Abdishams. And later on, he became the son-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the third Khalifa after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So these are five individuals I want you to remember, inshallah. And I also want to share with you some of the questions for today's seerah questions. An easy question today to encourage you to send in your answers, inshallah. So we mentioned in question 12, Harbul Fijar. What it is, how old was the Prophet ﷺ? That was the sacrilegious war. Then question 13, Hilful Fudul. What it is, the lines of divorces, about that. And how old was the Prophet when this event took place? Question number 14, we mentioned already, the dua of the Prophet ﷺ when he woke up in the morning, that you can write in, inshallah. And now question number 15 for the seerah quiz. Who is the first person to accept Islam? Right? Who is the first person to accept Islam? So that's what I wanted to send an email, that answer to the email address sheikhfaisal@gmail.com, inshallah. And remember to type in your point for the gratitude project today, attitude of gratitude. Something that you are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for. And write down the points that you've mentioned so far in your notebook, and you can also write down other points that other brothers and sisters are entering, so it's a good reminder for you to learn more from, inshallah. And then as you come up in more points, you can keep writing down one point a day, so you can remember it, work on it, be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for it, inshallah. So if we can do that, we'll take a break for Maghrib now. We'll pray Salat Maghrib and come back immediately after Maghrib to continue, inshallah. In the meantime, enter your attitude of gratitude point for today for the gratitude project in the chat. If you haven't already, enter your name and the city where you're from. Please enter the name and city where you're from, inshallah. And now we'll call Adhan for Maghrib, and we'll pray Salat Maghrib and then return after the short break. Please stay with us. There are a few things we'll mention after Maghrib, and special dua for everyone, inshallah. Shukran, Adhan for Maghrib now. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية والرفيعة، وبعث مقام محمودا الذي وعدته، ورزقنا شفاعته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، welcome once again. الحمد لله. We will make special dua as we usually do at the end of our program. And today, we want to make a special dua for Pakistan, that Allah subhanahu wa ta'ala protect the country from evil and from terrorism. Earlier this morning, there was an attack on the Pakistan Stock Exchange building in Karachi. So we want to make remember Pakistan in our dua today. Insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protect the country from all evil and terrorism. Also, Siti Susan requested dua for Shifa. We'll make duas as she requested. The sponsor for today's dinner program is Sister Kamar Khan, the mother of Sidi Ahmed Khan. We want to make special dua for Sister Kamar and thank her for sponsoring the dinner today. We want to make special dua for Siti Rihanna from the Prisal Halaka in Trinidad and Tobago. It's her birthday today. We wish her happy birthday. Alhamdulillah. Also, dua for Sister Bibi Wahab. Alhamdulillah. We thank you for your support. Make special dua for you. And Siti Hawa Vivian from California has indicated that she would like to sponsor the dinner program also. And so we are making arrangements for that. Inshallah. I want to thank all those who've donated today to the Sign Forum, or yesterday, and make dua for everyone before. CD Kevin Sparks from San Diego in the United States. We thank CD Kevin for his donation. CD Bilkis Ahmed from Maryland. We thank you for your donation to the Islamic Forum. Inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. And we also want to recognize Sidi Naim Ali for his monthly donation to the Islamic Forum. Sister Shamina Owen for her monthly donation to the Islamic Forum. Sidi Susan from London, England for her donation to the Islamic Forum. Sidi Kamran Bhatti for his monthly donation to the Islamic Forum. And all others that have donated. Sidi Arshia as well, for her donation, inshallah. Alhamdulillah, once again, the niyyah for dua, we mentioned today's sponsors is the Kamar Khan, Sidi Ahmed's mom, is sponsoring dinner today. Also, Siti Hawa indicated that she wants to sponsor the dinner. We'll make arrangements for that. Sidi Susan requested dua.
We want to make special dua for Siti Rehan from the Prisal Halak in Trinidad for her birthday today. Sister Bibi Wahab of Toronto, we make dua for you. I mentioned Pakistan, make dua. Allah subhanahu wa ta'ala protect Pakistan from terrorism and from all evil. And bless the country, bless the leader, Prime Minister Imran Khan and others, that Allah subhanahu wa ta'ala can make that country and all the Muslim countries great and strong, inshallah. And for all our donors, I want to make special dua for all of them, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them and all of you. Let's recite Fatiha to conclude our program for today. Rabbana taqabbal minna. Rabbana bisirri al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina assirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Waladdallin. Ameen, ameen, ameen. Thanks to all of you for watching. We'll be with you tomorrow, inshallah. Inshallah. Until then, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you. May Allah subhanahu wa ta'ala answer all your dua and grant all your needs. Ameen, ameen, ameen. Until then, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.